بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تشوفوا فيها القصعة نتاع الكسكسي، هذه بداية العرس نتاع ولدي بإذن الله. احنا في العادة العروسة تجيب قبل ما يبدأ العرس يجيبونا قصعة كسكسي كما تشوفوا قبل بداية العرس بيوم، وهذه يسموها المثرد، هذه عادة من عادات المطوية. وشوفوا ما شاء الله يعني كل شيء فيها كما شفتوا، عظم بطاطا، قراع الحم، فلفل، كل شيء موجود فيها. هذه عاداتنا احنا متشبثين بها، وان شاء الله تعجبكم وكل بلاد وعاداتها. بسم الله الرحمن الرحيم.